والله العظيم ما كنت قاصده، حتى تقدر تسأل أستاذ الرياضة هو سامح لنا نلعب مع فصول ثانية. أنت مسختها مسختها خلاص. إلى متى تبغاني أروح للمدرسة وأقدر أتحبابهم عشان يفصلونك؟ أسمع، من الحين لين العطلة الصيفية ما في لعب كورة. بس بكرة عندنا مباراة. ولا في تلفزيون بعد. بس يبا ممنوع تطلع من البيت إلا للمدرسة، وفكر زين قبل تطلع منك أي كلمة. الله يخليك يا ولادي، خل هالكم شهر يعدون على خير، وغمض عين وفتح عين لو إجازتك الصيفية جاية، العب فيها بيديك ورجليك. يلا يا عيال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يلا تقهوى. شكل السالفة كائد اليوم. السالفة هي نفس السالفة، نروح ونرجع عليها. يا ابن الحلال، كلها كم سنة تدخل العسكرية؟ ترى مو بواجد، ولا تحرص، كل اللي تعلمته في المدرسة ما راح تشوفه بحياتك ثاني. شوف الثاني، وش قاعد تقول أنت؟ يعني مين بيطلع عليه يعني؟ بيطلع عليك؟ وشو؟ كل شيء غلط أنا يبا؟ بالله متى آخر مرة حسيت مساحة المثلث ولا المستطيل؟ أنا والله اللي بخلي وجهك مستطيل هالحين. سعيد، سمعت إنهم بيتبرعوا بملابسك للفقراء. بلا غثاثة. لا تحزن يا ابن الحلال، وش مزعلك؟ خايف تمل؟ قدامك احلى فريق كره قدم، ونحط امي حارس مرمى. اقوى حارس مرمى ام عبد الله. لا ضيقون صدر ولادي، كم سعيد انا عندي. 9 10 بس والله 10 حلوين. تقهوى.